السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي جبناكم سيارات اللي وضعتوها في التعليق. أخواتي اللي خصتوا أي سيارة يكتب لنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. أخواتي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد بحول الله. شفرولي كابتيفا 2022 علبة سرعة أوتوماتيك كارتقري الصافية. أخواتي السيارة طوله 555 مليون موجودة في البليدة. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. شافرولي كابتيفا 2022 علبة سرعة أوتوماتيك كارتقري الصافية سعر مولاها يقول 555 مليون قابل للتفاوض. خاوتي السيارة موجودة في بومرداس. قرأوا البطاقة التقنية من خابتي قبل ما تعيطون مولاه.